أحيت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الشهيد، حيث انطلقت المراسم في واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحكام الإمارات والسفراء المعتمدين لدى الدولة وأسر الشهداء. وخلال الفعاليات تم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري وتكريم عدد من ذوي الشهداء بتسليمهم وسام الشهيد. ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والدبلوماسي السابق دكتور يوسف الحسن. أهلا وسهلا بك دكتور إلى حوارات المساء. بداية، ما أهمية يعني في دولة الإمارات بإحياء يوم الشهيد؟ لأنه دولة الإمارات عرفت دائما على مدى العقود الماضية أنها دولة تنمية واقتصاد وازدهار حضاري. هنا موضوع الشهيد وثقافة الشهيد الآن في تركيز عليه، ما أهمية ذلك في المجتمع الإماراتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا للدعوة للمشاركة في هذا اليوم أو أحد أيام الكينونة الوطنية لدولة الإمارات. في تقديري الشهادة أو الاستشهاد ليس جديدا على الإمارات، يعني إذا أردنا أن نتذكر في قبل يومين من قيام دولة الإمارات قدمت الإمارات أول شهيد لجندي من رأس الخيمة وهو يدافع عن أحد الجزر الثلاثة، جزيرة طنب الكبرى في هذا المجال، وهذا كان أول شهيد في هذا وهو شرطي. في الشهيد الثاني كان المغفور له سيف بن غباش، كان وزير دولة للشؤون الخارجية وكان أول شهيد للدبلوماسية الإماراتية. والشهيد الثالث كان في 81 أيضا لسفير الإمارات في باريس خليفة المبارك. وبالتالي قضية أو قصة الشهادة والاستشهاد هو أيضا متجذر في ذهن المجتمع وفي مدركات المجتمع. الجديد في هذا أن، وقبل ذلك يمكن أن أشير إلى أن أول جندي إماراتي خرج في تاريخ الإمارات للمشاركة في إحلال السلم في النزاع الحرب الأهلية اللبنانية في 76. هذه أحداث لابد للجيل الطالع أو الجيل الشاب هذا أن يتعرف على هذه المظاهر. الآن في مرحلة اتخذت فيه الإمارات قرارا صائبا في غوث وإغاثة شعب جار، شعب عربي شقيق يقع في جغرافية الخاصرة للأمن القومي العربي، دفاعا عن مفهوم الأمن القومي العربي والمصالح العربية في منطقة الجزيرة العربية والخليج في هذا المجال، والتزاما أيضا بالمبادئ الإنسانية والأخلاقية في غوث المحتاج وإعادة هذه الحقوق. فبالتالي هذا الحدث أو هذا التواصل مع مفهوم التضحية ومفهوم الفداء كأنبل المبادئ الإنسانية ليس جديدا، لكن الآن تجسد في يوم محدد من أيام العام والمتزامن مع احتفالنا بالعيد الوطني وفي احتفائنا بمئوية القائد المؤسس في هذا المجال. هذا هو المعنى الإطار، دعنا أن نضعه في هذا الإطار في هذا المعنى. وكما تعرف أن الشهادة هي من أنبل الرموز التضحية والفداء والعزيمة والإرادة في هذا المجال. هذا الاستعداد الذي قدمه الشعب الإمارات، ونقف اليوم بإجلال أمام هذه التضحيات التي قدمته كوكبة من الشهداء في سبيل هذه القضايا التي ذكرتها قبل قليل. نفتخر بها ونعتز، ورغم كل لوعة الفراق للشهداء والجرحى الذي
قدمه هذا الشعب لمبادئ الحق واستعادة الهوية الوطنية لشعب عربي شقيق في هذا المجال. هنا التفاعل الشعبي مع إحياء يوم الشهيد، خصوصا كما ذكرت أنه يأتي قبل يوم العيد الوطني، هنا يزيد البعض يقول أنه يزيد من لدى الأجيال الجديدة من الشعور بالوعي القومي هنا في دولة الإمارات التي تحظى بتركيبة فريدة يعني مثل بعض دول الخليج، وهذا إلى أي درجة له أهمية هنا مجتمعية داخل الدولة؟ وفي تقديري له أهمية كبيرة وليست مجرد احتفالية فولكلورية، بجانب الاحتفاء وتمجيد هذه اللحظات المهمة من حياة في تاريخنا في هذا، هو أيضا محور إلهام لهذه الأجيال القادمة في إطار تقديم التضحيات والفداء والانتماء لهذا الوطن. أثبت الشعب الإمارات بهذه التضحيات وبهذا الاستعداد لتقديم الفداء وأنه يمتلك عزيمة وأنه يمتلك إرادة في هذا المجال، وأنه قادر أيضا على حماية ما تم من إنجازه من تنميات وتنمية وتقدم وتطور في هذا المجال. في هذا الإطار يجب هنا أن نسأل أنه أيضا يأتي بالتزامن مع الخدمة العسكرية الإجبارية التي تم يعني فرضها حديثا هنا في الإمارات، يعني نحن نتحدث عن تغيير في الاستراتيجية بشكل كبير هنا في لحماية المنجزات كما تتحدث هنا. هل الرابط موجود يعني كما يرى البعض بين أيضا موضوع الخدمة العسكرية الإلزامية ضمن هذه الاستراتيجية كاملة؟ لا شك أن الخدمة الوطنية طبعا معمول فيها في الكثير من دول العالم في هذا المجال ومدركة في ذهن القيادة والمجتمع نفسه أنها حاجة أساسية في إعداد وبناء وغرس معاني التضحية والدفاع عن الوطن في أذهان هذا الجيل الذي وفرت له الدولة كل الإمكانيات، إمكانيات العلم وإمكانيات الإبداع وإمكانيات الإنتاج في هذا. ومن الوهم يعني أن نتخيل أننا نستطيع أن تبني وأن تحقق الإنجازات بدون أن توفر لها الحماية والرعاية والمشاركة الشعبية في حمايتها في هذا المجال. هذا الإعداد للجيل الشاب هو أيضا تصليب لإرادته وتقوية، أيضا يزرع الثقة في النفس، له دور كبير في زراعة الثقة في النفس والتصميم على أنك تستطيع أن تبني مستقبل زاهر وأن توفر له الرعاية والدعم والحماية، خاصة في هذه البيئة التي نعيشها الآن، بيئة أمنية مضطربة، تغيرات وتحولات جارفة لا تدري كيف ستكون نهاية هذه المتغيرات. شكرا جزيلا لضيفنا هنا في الاستوديو الكاتب الدبلوماسي السابق الدكتور يوسف الحسن، شكرا جزيلا لك. العفو، بارك الله فيك.